السلام غزاله ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا كما ديما على خير وبخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه لانقاص الوزن في مده اسبوع ان شاء الله، ومضمونه، يعني وصفه مضمونه وعن تجربه خاصه مني ان شاء الله. انا شويه زدت هاد الايام، انا زدتها، كنحس براسي انني يعني كنت بعدت على هاد الوصفه هذه، وكنحس بانني شويه زدت في الوزن، ولهذا غادي في هاد الاسبوع هذا ان شاء الله غادي نعمل هاد الوصفه هذه. وقلت ما فيها بس انني نعملها وفي نفس الوقت نصورها لكم باش نتوما تستافدوا منها. الوصفه تاعتي عباره عن، ولكن قبل بدايه الفيديو كنطلب من الناس لاول مره كيشوفوا القناه تاعتي ما يبخلوش عليا بالاشتراك ديالهم والضغط على السبسكرايب والجرس بالتوصل بكل جديد للقناه تاعتي، جزاكم الله كل خير. وعمل اعجاب فضل منكم وليس امر، جزاكم الله كل خير، ونبداو الحلقه ديالنا على بركه الله. الوصفه ديالنا تاع اليوم كتشوفوا كما كتشوفوا على عباره كما موضحه لكم في الصوره. اول شيء عندنا هو الفجل. الفجل كيكون عندنا على هذا الشكل، عندي هنا الاسود. انا كيعجبني هذا الاسود هذا لانه كيكون المفعول ديالو اكثر، يعني كيكون مار وعنده واحد الحروره كما كنقولوا حنا بالمغربيه، عنده واحد الحروره واحد المروره في المكونات ديالو، وكيساعد هذا الفجل هذا في تخصيص البطن وفي انقاص الوزن. وعلى ضمانتي ان شاء الله راه جد 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 رائع، وهو مشروب رائع غير وحده، انكم تخلطوه مع الليمون او التفاح او الماء لوحده راه رائع، مشروب سحري رائع. وعندنا ثاني مكون وهو السكنجبير اللي كيكون على هيك على هذا الشكل طري. وعندنا الحامض يكون معروف الحامض، وعندنا العسل لتحليه فقط، يعني العسل باش نحليوه باش ما يجيكمش هذا المكون هذا العصير هذا يجيكم مار. ونبداو على بركه الله الطريقه ديالنا. اول شيء غادي ناخذ هذا الفجل هذا ديالنا، انا غادي ناخذ غير النصف ديالو حيت ما باغاش نصيب، انا غادي نصيب تقريبا مشروب تاع يوم بالكامل. هذا المشروب هذا ما خاصكمش تخليوه لحد يعني حتى الغد، ولكن خاصكم كل يوم انكم تصيبوه وهو يكون طازج باش كيكون المفعولات ديالو ويكون الفيتامينات تاعته كتكون طازجه. نقطعو هاد كما هكا، غادي نقطعو ما تحيدوش منه هاد الجلفه ديالته الاسود، ما تحيدوهاش بالكامل، غادي نخلي منها البعض على هاد الشكل، على هاد الطريقة نخلي منها الخل قليل حيت هي عندها واحد المنافع كثيرة على الصحة. وعندنا انا ما ناخدش هذا، غناخد هاد الكفاية توا غادي نقطعو. المهم انا غنكمل التقطاع ونرجع لكم. بعد ما نقيناه وصلته، انا نقيته وصلته، دابا غادي نقطعوه مكعبات صغيرة على هذه الطريقة باش كيسهل علينا الطحن، نطحنوه. هذا راه مشروب رائع رائع رائع. دابا غادي نضيف لتر من الماء تقريبا باش نطحنوا لنا هذه المكونات. انا غنطحنو من بعد غادي نزيد الماء وغادي نزيد ملعقة من العسل كما كتشوفوا. انا غادي نضيف هذه المعلقه من العسل، وهذا هو المشروب ديالنا بعد ما طحناه. تقريبا دار ليا اتر، درت اتر تقريبا تاعت الماء. انا ما عمرتش كما كتشوفوا هنايا في الصوره، انا عملت هذاك القشور الحامض اللي كانوا عندي هنا في هذا الاناء هذا، للاسف انني الصوره الفيديو تمسح ليا. مهم انا عملت هذاك القشور الحامض، عملتهم هنايا حيت قشور الحامض فيهم واحد زيوت طياره اللي هي جد جد رائعه في التخسيس في انقاص الوزن. وانا عملتهم هنايا في هذه القنينه هذه، غادي نرجعوا هذه القنينه على هذا الشكل هذا، وكيولي هذا المشروب هذا صالح للاستعمال. هذا المشروب هذا غادي ندوزو دابا لطريقه الاستعمال ديالو. انا ما غاديش نقول لكم يعني المقدار ديال شحال غادي تشربوا في اليوم، وانما عندكم لتر من هذا العصير هذا
تاخذوه اليوم بالكامل، يعني فيما شفتوا هاد القنينة حطوها حداكم فيما حبيتوا انكم تشربوا. مهم هاد القنينة لازم انكم تشربوها، ما تخليوهاش هذيك النهار، يعني كل يوم انكم تستعملوا قنينة كيما هكذايا، يعني لتر من هاد العصير هذا وتشربوه اليوم بالكامل. هذا هو الطريقه، ما غاديش نقول لكم كاس في الصباح او كاس من مورا الغداء او مور العشاء، ولكن عندكم هذه القنينه هذه حاولوا انكم تشربوها باليوم بالكامل وما تخليوش منها، بالاخص 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 بعد ما تبغيو تخلدوا الى النوم، خلي واحد المقدار كاس، يعني كاس من هذا العصير هذا، وشربوه من بعد، يعني بعد من الخلود الى النوم ملي تبغيو تمشيو تنعسوا شربوا واحد الكاس منه، هذيك الكاس اللي غادي يبقى لكم شربوه ملي تبغيو تمشيو تنعسوا. يعني هاد الوصفه راه جد 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 رائعه في التخسيس وعلى ضمانتي، وانا بغيت نعملها لنفسي وقلت انني ما فيها بس انني نحيت طلبوا مني بزاف البنات وصفات للتخسيس ووصفات لانقاص الوزن، قلت انني نعملها لكم لانني جد جد رائعه في وكنحب هذه الوصفه هذه، لانني فعلا كتجيب معايا نتيجه رائعه. وهذه هي الوصفه تاع اليوم، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالتعليقات ديالكم اللي كتفرحني ديما، ونموت عليكم ونطلقوا ان شاء الله في وصفه جديده في امان الله. باي باي.